السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مطار تاع مستغانم اللي راه قيد الانشاء، حيث فيه اشغال لانشاء محطة تاع المسافرين، وكذلك اشغال لتوسيع المدرج الرئيسي تاع مطار مستغانم. نروح نشوف المطار هذا من جوجل، نكتبو مطار مستغانم. مستغانم، نشوف الأشغال، حيث أن المشروع هذا يعود إلى فترة الحكم نتاع العصابة، نقولوها بدون خجل، لأنه يعني كارثة من جميع النواحي. أولا هذا هو المطار، هنا نشوفوا المدرج، هذا هو المدرج الرئيسي، وها هي المحطة نتاع المطار، نشوفوها يعني ماشي محطة، محطة تاع حتى ولو نقارن يعني بكل موضوعية، نقارن المحطة هذه بمحطة المسافرين اللي جاية في وسط مدينة مستغانم، نلقاو باللي المحطة هذه أصغر من المحطة تاع المسافرين تاع مستغانم. هذا هو الطول، 47 متر، فيها 47 متر، يعني كارثة تاع المسؤولين تاع المسؤولين تاع العصابة، يعني هما اللي داروا المشروع هذا، والمخططين والمهندسين، كارثة على جميع يعني بجميع المقاييس. من ناحية الحجم، أولا المطار هذا لا يليق بالطموحات اللي راهي تظهر عند المسؤولين الحاليين تاع مدينة مستغانم، من حيث السياحة كمدينة سياحية، وبعد الإشهارات اللي راهم يديروها لتطوير البنى التحتية تاع المدينة. والله العظيم المطار هذا يعتبر كارثة من ناحية يعني الحجم أولا، ثم سوف تشاهدون، نعطي بعض الصور نتاع المطار هذا الجديد في آخر العرض هذا، حتى من ناحية التصميم، تصميم يعني المطارات في العالم تصمم بطريقة إبداعية، في روعة، فيها أشياء جمالية. احنا صممنا المطار هذا تاع الصيادة، اللي اسمه الصيادة في مستغانم، تصميم كأنه انونغارد ستوكاج تاع سلع، مش ميم با يليق يعني كمكان لاستقبال زوار من داخل وخارج الوطن، يعني كارثة بجميع المقاييس. إذن هذا هو موقع تاع المطار، ونشوف كذلك أنه يبعد عن المدينة بعض المعطيات نتاع المطار هذا، يبعد عن مقر عن وسط المدينة، يبعد بحوالي 5 كيلومترات عن مقر المدينة. هنايا هذه هي المدينة تاع مستغانم، إذن يقع على جنوب المدينة تاع مستغانم، وكما قلنا يعتبر كارثة من ناحية العمرانية، يعني من ناحية الشكل ديالو، ولا كذلك كارثة من ناحية الحجم نتاعو، يعني من على بضع سنوات يا إما المدينة محكوم عليها ما تتطورش، تبقى بالحجم ديالها، ما يكون فيها لا تطور سياحي ولا تطور عمراني ولا أي تطور، ولا تطورت تجبر السلطات يعني الآن على إيجاد حلول لتطوير المطار هذا، لأن يعني المطار في كل دول العالم هو باب من أبواب المدينة،
ناس كي تدخل المدينه بزاف الناس يروحوا بالطائره، وهي يقول لك الجوري لا بروميير امبريسيون سي، هذه لا بليز امبورطونت، الانطباع الاول عندما الانسان ينزل في المطار ويكون عنده ويلقى مطار شباب منه ياخذ انطباع جيد. اذا اذا اردنا ان نطور بلادنا ونعطي صوره جميله لبلادنا لازم نحبس هذه التصاميم هذه الكارثيه، وفي الاخير نخليكم مع الصور نتاع المطار هذا، والسلام عليكم.